العالمين الجديدة تتلألأ. لا هي تتلألأ، لو انت متصور ان انا بقصد انها بتتلألأ بمبانيها وشوارعها وطرازاتها المعمارية المختلفة وما الى ذلك، اقول لك لا هو مش بس كده بصراحة. هو العالمين الجديدة تتلألأ مثلا من ناحية زي ما كنت بقول لك امبارح، المهرجان اللي هيبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى من يوم 13 من يوم الخميس اللي جاي، أكبر مهرجان ترفيهي ورياضي يشهده الشرق الأوسط بكامله، وأكد أقول لك وجنوب المتوسط، يعني حاجة عظمة على عظمة على عظمة زي بتقال. بس كمان بتتلألأ بأنه العالمين بتجري، يعني مش واقفة. تلاقي أنه مثلا مش احنا دلوقتي في عز الموسم، انا من انصار ان العالمين دي مدينة الصيف والشتاء والربيع والخريف وكله، طيب بس الرجل بتبقى شدة جامد في الفترة بتاعت الصيف، طيب يعني الناس اكيد محتاجة خدمات كتير، حلو. هل ده معناه ان احنا هنقف نتفرج او نقول له والنبي لازم تنزل مثلا اسكندرية ولا تطلع تاخد بعضك على مطروح؟ لا طبعا. فهتلاقي المراكز المتنقلة، مراكز التكنولوجيا المتنقلة اللي بتقدم خدماتها موجودة في العالمين. يجي انه من امام مقر الحكومة في العالمين الجديدة دولة رئيس الوزراء بيشهد اصطفاف 20 مركز، ايوه هي العربيات كانت قدامكم، 20 مركز تكنولوجي متنقل لتقديم الخدمات الحكومية. احنا عندنا 250 مركز متنقل بالفعل تم الانتهاء من تطويرهم لحد دلوقتي. طيب ما تيجي نتكلم يعني ايه مركز تكنولوجي متقدم، ايه نوعيات الخدمات اللي بتقدمها هذه المراكز. يمكن دولة رئيس الوزراء موجود، الدكتورة وزيرة التخطيط موجودة، يعني حاجة بصراحة تفرح. خلونا ناخد معانا على التليفون المهندس أشرف عبد الحفيظ مساعد وزير التخطيط لشؤون التحول الرقمي. أهلا بيك يا فندم. مساء الخير يا فندم. اهلا اهلا. مساء النور، ازاي الصحه؟ الحمد لله يا فندم. اهلا بحضرتك. كله تمام. ايه يا فندم المراكز المتنقله دي عباره عن ايه؟ طيب استاذن حضرتك ان انا بس قبل ما اتكلم على المراكز المتنقله، ان في نقطه عايز اسلط الضوء عليها. ارجوك. ان احنا خلال الفتره السابقه كان طبعا في تركيز على تطوير الخدمات الحكوميه التي يتم تقديمها للمواطن. صحيح. بمعنى ان حضرتك لما بتكون مثلا بتروح مكان وحدات المرور او بعض مكاتب التوثيق او اماكن بتقدم الخدمات، بتلاقي ان الخدمه مميكنه، وده كان الاهتمام الرئيسي لتطوير الخدمه نفسها التي يتم تقديمها الى المواطن. المرحله الثانيه، ودي انا بعتبرها المرحله الاهم، اللي هي وسيله تقديم الخدمه للمواطن. احنا بنحاول نركز ان نسهل الوسيله اللي دي بقى المواطن بيحس بيها اكتر. المواطن ما بتفرقش معاه ان الخدمه مميكنه او غير مميكنه، لكن يفرق معاه الوسيله اللي انا بوصله الخدمه بيها. ومن هنا بدات طبعا فكره المراكز المتنقله، اللي احنا قلنا احنا نروح للمواطن في المكان اللي هو موجود فيه، اقدم له الخدمه، بوفر له الوقت، بوفر له المجهود، بيلقى اسلوب رائع جدا جدا في تقديم الخدمة للمواطن. طيب ده كويس جدا. الحقيقة احنا بدأنا بموضوع المراكز المتنقلة في مجموعة من الخدمات، قلنا الأول نجرب طبعا تقبل المواطن للأسلوب دوت في تقديم الخدمة. بدأنا بخدمات التوثيق، خدمات الأحوال المدنية، دخلنا في خدمات المرور، دخلنا في بعض الخدمات الأخرى، لقينا الحمد لله إن الإقبال بيتزايد على هذا الأسلوب من تقديم الخدمات. وده اللي قلنا طبيعي، يعني أنا في التوسع. احنا النهارده زي ما حضرتك اشرت وصلنا ل 250 مركز تكنولوجي، طبعا ده بيدينا مرونه كبيره جدا ان انا اتوجه الى اماكن الكثافات العاليه، اتوجه الى الاماكن اللي بيكون فيها ضغط في بعض المواسم، بتوجه الى المواطن في المكان اللي بيطلبه سواء مكان عمله الى مكان المتواجد فيه عشان اقدر ان انا اقدم له الخدمه بتاعته. معايا معاك يا فندم. انا بسمع النهارده بيقدم خدمه توثيق، بكره ممكن يقدم خدمه اخرى، فده بيدينا مرونه جامده جدا في وسيله التواصل مع المواطن وفي تنوع الخدمات اللي بتقدم من هذه المراكز. طب حلو جدا. يعني انا اقول انه اكيد لازم المواطن كان يقبل على هذه المراكز المتنقله اللي بتقدم الخدمات الحكوميه المتنوعه جدا، لانه بالعاميه بالمصري بالبلدي جدا في حد هيلاقي الدلع ولا يتدلعش، الحاجه جايه لحد عندي فهقول لا ليه؟ يعني بالعكس ده انا ابقى مبسوط ومش هبقى بطخ مشاوير ومش هبقى بعمل، فانا كده يعني 100 فل و14. هروح هنا بقى على ال20 وحده المتنقلات اللي موجودين في العالمين. ليه؟
وبيعملوا ايه وانواع الخدمات اللي هيقدموها؟ تمام. هو طبعا الدفعه الاخيره اللي احنا انتهينا من فاتورهم هم مش 20، هم 50 وحده. حلو قوي. ال 20 ده مجموعه احنا دفعنا بيهم في خط الاسكندريه ومطروح، وطبعا الجزء الخاص بالعالمين والمناطق الجديده اللي تم تطويرها، مدينه العالمين الجديده والمناطق دي كلها، طبعا لان المناطق ديت خلال الفتره اللي جايه بتلقى كثافة سكانية عالية جدا وكثافة وإقبال من المواطنين، نسبة كبيرة من المواطنين بتتواجد، بيبقى النسبة دي عايزة خدمات. فأنا النهاردة برضو المفهوم اللي أنا بوصله والثقافة اللي دايما إحنا بنتكلم عليها من خلال وزارة التخطيط وطبعا بدعم القيادة السياسية، بداية طبعا من كافة أوجه القيادة السياسية، لتيسير الخدمة على المواطن بأي طريقة. فأنا النهاردة زي ما قلت لحضرتك، أنا مرونة المراكز دي بتساعدني إن أنا أتوجه في اماكن الكثافه، المناطق البعيده، بحيث ان انا المواطن بدل ما يمشي مسافه كبيره عشان يروح يتلقى الخدمه، لا انا بروح له. احنا بنحاول نغطي كثافه سكانيه في موسم 7 و8 مثلا في هذا الوقت. لكن احنا الهدف الرئيسي بالنسبه لنا طبعا المحافظات، احنا هيبقى في تغطيه كبيره جدا ان شاء الله، محافظه القاهره، محافظه اسكندريه، محافظه الجيزه، المحافظات اللي هي ذات الكثافه معاها باقي المحافظات ان شاء الله. هو الموضوع مش مقصور ل 20 مركز على مدينه العالمين، لا، احنا النهارده خطه شامله على مستوى كافه محافظات الدوله. الموضوع الخاص بالمرحله ديت ال 20 مركز، لا ده ممكن نزود عليهم، ممكن هم يوصلوا ل 30 مركز خلال الفتره اللي جايه ان شاء الله، ده لتغطيه كثافه عاليه. لكن الاساس بالنسبه لنا لا، المحافظات اللي فيها نسبه كبيره من المواطنين، اللي نسبه كبيره من الخدمات المطلوبه، فده اللي ان شاء الله داخل في الخطه. احنا داخل في الخطه عندنا باذن كمان في عام 23-24 ما لا يقل عن 200 مركز داخلين في الخدمه باذن الله، خدمات جماهيريه تغطي اماكن كثافه عاليه. الهدف زي ما بقول لحضرتك، انا كله عايز اعمل مرونه في تقديم الخدمه، عايز اوصل للمواطن. انا فكره ان المواطن يقعد يلف ولازم يسيب شغله او يسيب اي اعمال خاصه بيه علشان يروح يقدم الخدمه، لا، انا باجي لك لحد عندك بقدم لك الخدمه باسعار متقاربه جدا، وفرت عليك الوقت، وفرت عليك المجهود، وفرت لك خدمه لائقه ومحترمه، وباذن الله يكون ده جزء كبير جدا من اسلوب تقديم الخدمات خلال الفتره القادمه ان شاء الله. حلو جدا. طب انا عندي حاجتين، العربيات دي بدات العمل من النهارده ولا لسه هتبدا العمل؟ واظنها كده هي مستمره معانا لحد نهايه الموسم. اقول لسيادتك، احنا بقى لنا فتره اشتغلنا في عربيات بتقدم خدمات التوثيق اللي هو التوكيلات، اشتغلنا في العربيات اللي بتقدم خدمات مصدرات الاحوال المدنيه، بدانا في عربيات بالتعاون مع الاداره العامه للمرور اللي بتقدم خدمات دي نعرف. المرور بتعمل فحص للعربيه في اماكن ميادين رئيسيه او اماكن رئيسيه بيتم الاعلان عنها، ولكن بدات من فتره احنا بنزود في الاعداد وبنستمر وبننوع في الخدمات الاضافيه، في خدمات اضافيه الفتره اللي جايه ان شاء الله، بحيث ان احنا نغطي اكبر عدد ممكن من المواطنين اللي ممكن تستفيد من الخدمه دي باذن الله. طب الحاجه الثانيه يا فندم، اظن في احنا ماشيين في اطار التوسع في تقديم المزيد من الخدمات اونلاين، اللي هو برضو بقى هنا هي ولا هضطر هروح للعربيه او العربيه تجيلي، ولا هضطر اروح للمكتب المعني بالموضوع، اقدر اعمل الحاجه من التليفون او اللابتوب او التابلت. تمام، انا مع حضرتك، ده كلام ده حقيقي فعلا، وفعلا في خدمات بتبقى اونلاين، وده احد اساليب او وسائل تقديم الخدمات للمواطن. لكن انا في نقطه برضو انا عايز اشير اليها، انت حضرتك لما بتيجي تعمل توكيل انت لازم حضرتك بتتوكل، لازم ابقى موجود عشان تعمل طبعا طبعا. ففي خدمات حضرتك لما بتطلع صوره، لما بتطلع اسم بطاقه رقم قومي، لازم تتوجه لمكتب السجل المدني عشان تتصور. صحيح. فانا في خدمات بيحصل لازم حضرتك بتتوجه لمكان إصدار الخدمة، لا أنا هجي لك لحد عند حضرتك عشان أعمل لك الخدمة، دي نقطة. النقطة الثانية إن أنا أحياناً لما بطلب الخدمة أونلاين ممكن مثلاً أنا وقتي مش هيسمح إن أنا أنتظر هي تجيلي مثلاً في خلال يومين ثلاثة، لا أنا عايز الخدمة دلوقتي. لحظية. أنا بيبقى في ظرف معين، فبرضه أنا هجيب عشان أدي لك الخدمة في نفس التوقيت. ده مش معنى كده، لكن أنا طبعاً الخدمات الأونلاين هي احد الوسائل ومتاحه طبعا للمواطنين، وبتنوع الوسائل بيخفف المستفيد الاول منها هو المواطن. المواطن طبعا. انت حضرتك مثلا عايز حاجه هتجيلك في خلال يومين ثلاثه، ده متاح ودي وسيله من الوسائل. لا حضرتك الخدمه اللي انت بتروح لها المكتب اللي بيصدر الخدمه، لا انا هاجي لحد عند حضرتك
اعمل لك الخدمه وانا واقف وبديها لك في لحظتها على طول وانت واقف. صحيح صحيح. انا بشكرك جدا باشمهندس اشرف عبد الحفيظ مساعد وزير التخطيط لشؤون التحول الرقمي. المشهد اللي انا كنت شايفه من شويه قدامي ده مشهد بالنسبه لي مهم، سواء اذا كان الخدم او الوحدات المتنقله اللي موجوده على سبيل المثال بنتكلم النهارده على مساله العالمين، ويمكن مهندس اشرف وضح ان احنا في عندنا اكتر من 250 تم تطويرهم، في 200 هيبقوا شغالين باذن الله خلال او في الاثناء اللي احنا بنتكلم فيها 2023 2024. ده شق، بس كمان وجود وزيرة التخطيط الدكتورة هالة ووجود دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى بنفسهم بيتابعوا الحاجة وبيشوفوها وبيراجعوا وبيتكلموا وبيتناقشوا وما إلى ذلك، ده مشهد حلو. المشاهد اللي من النوع ده اللي هي فعلا بتطمنك وكمان بتفرحك وبتوري لك قد ايه انت بتنتقل من حال الى حال افضل منه طول الوقت، ده مشهد من مشاهد اقدر ادعي انه مشهد لجمهورية جديدة بجد.